تزداد معاناة العراقيين من الجفاف ومن تداعيات التغير المناخي وسط صيف حار وشح في المياه. فقد تسبب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض روافده وحرمان ثلث محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق مما يكفيها من المياه للاستخدامات اليومية، بينما توقفت 20 محطة تصفية للمياه عن العمل بحسب مسؤولين محليين. عندنا هاي بيوت القرية تقريبا بها بالخمسين بيت، هسه بقوا من الخمسين بيت بقى بس 10 بيوت، كلها هاجرت، ناس مشت للمعامل الطابوق اللي شردت للولاية الماي. وينتظر سكان القرية مرة أو مرتين في الأسبوع مرور صهاريج المياه التابعة للمحافظة لتزويدهم بما يعوض القليل من النقص الذي يعانون منه. تم تأجير بعض الحوضيات لتلافي هذه الشحة في المناطق وتزويد المواطنين، لأن هناك عدة مجمعات وهذه أثرت بصورة سلبية على المواطنين. رزاق عيسى حفر بئرا يخلط مياهه المالحة بالمياه التي توزعها الدولة. هو أقول لك الماء احنا نسترشده نقلله، عندنا طرق نقلله، بس يا أخي شو تقلله؟ هو ذا الجو حار، أنا يعني شلون ما أقلله؟ والله ما أسبح، أقلله والله ما أغسل دشداشتي، أقلله ما يسبح طفلي، ما يصير عمي، والله ما يصير، ولا ما حيوان ما يورد يعني يوم وثاني يوم الثاني يوم يموت. فماكو ترشيد، عندنا برينة مالحة، نخبط هذا الماء المالح وياه وي الحلو وهذا، غيره ماكو. وتواجه بلاد الرافدين انخفاضا كبيرا في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، وهو ما تعزوه السلطات العراقية إلى سدود تبنيها إيران وتركيا. وتظاهر المئات من المحرومين من المياه من السكان مرتين في المنطقة للتعبير عن غضبهم. احنا الحل الامثل انه الديوانية تستثنى من الحصص المائية بشكل خاص، لانه لا الديوانية لا تمتلك منافذ ولا تمتلك بترو دولار او حقول نفطية. وبات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لاخر بين أكثر 5 دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي وفقاً للأمم المتحدة.